اهلا وسهلا بيكم حبايبي. بقى النهارده هنعمل مع بعض صينيه بطاطس بقى بشويه لحمه مفرومه كده صغننين، بس ايه بقى، حاجه وهميه وتحفه. المقادير معانا النهارده دول: 2 طماطمايه وقرنين فلفل وبصلايه. اللحمه المفرومه دي احنا بقى مش هنحطها كده وخلاص، لا ده احنا عايزين نخليها بقى ايه، ليها طعم وتخلي لنا بقى صينيه بطاطس كده مميزه ومختلفه. ده ربع كيلو من اللحمه المفرومه هضربه مع الكزبره والثلاث فصوص الثوم والبصلايه، دول كده مع بعض هضربهم في الكبه وهنبهرهم بايه. بصوا خلطه الكفته دي من ماجي، هناخد معلقه كبيره منها وهناخد معلقه ملح صغننه وكمان نص معلقه من الفلفل الاسود ومكعب مرق. مكعب المرق ده انا هحطه على الطماطم والبطاطس وشويه صلصه كده. بصوا البطرمان بقى خلص، ناقص فيه حبه صغننين، هناخد دول وهنحط فيهم كوبايه من الميه علشان بقى نعمل مع بعض. اول حاجه هنعملها هنروح بقى للكبه نضرب اللحمه مع الكزبره، ممكن تبقى بقدونس زي ما تحب، الكزبره احلى، ومع الخل والثوم. بصوا كده بقى يا حبايبي، اول حاجه هنحطها الكزبره، مش لازم نقطعها صغير، ممكن نقطعها اي تقطيع طبعا. وكده كده ايه، الكبه بتاعتنا هتقوم بالواجب وهتفرمها كويس جدا. ادي نص حزمه الكزبره اللي احنا قلنا عليها، معاها بصلايه الصغيره والثلاث فصوص الثوم. حطينا اهو الكزبره والبصلايه وكمان ثلاث فصوص الثوم، وهنحط اللحمه المفرومه. ده ربع كيلو من اللحمه المفرومه، هي حسب ما انت عايزه تزودي زي ما تحبي. حطينا كده اللحمه المفرومه وكمان الكزبره والثوم والبصل. هنحط بقى معلقه البهارات الكبيره اللي اتفقنا عليها من ماجي، خلطه البهارات العاديه دي، الكفته العاديه من ماجي. وهناخد الملح والفلفل عشان بقى ايه، نبهر اللحمه بتاعتنا دي تدينا احلى نتيجه. بصوا كده يا حبايبي، ضربناها لمده من 3 دقائق ل 4 دقائق 5 دقائق على حسب اللحمه عندي. طبعا انت خايفه اللحمه تفك منك، ممكن تحطي معلقه بقسماط في الخطوه دي، هي كويسه معايا ومفيش اي مشكله. هطلعها من الكبه وهنشكلها مع بعض. بصوا كده يا حبايبي، فرمنا مع بعض اللحمه مع الكزبره مع البصل والثوم ومعلقه الكبيره من البهارات اللي اتفقنا عليها مع ملح وفلفل. بصوا اهو ده شكلها، بتلزق تلزيقه بسيطه. المفروض ان احنا نحط شويه زيت على الاول بالزيت، حاجه بسيطه كده تمام. وهناخد حته كده من اللحمه المفرومه، الكوره طبعا على حسب ما انت عايزه، انا هعملهم صغننين عشان افرح بيهم الولاد. بصوا كده اهو كوره صغنونه، يبقى طعمها جميل جدا وبتديكي احلى طعم لصينيه البطاطس. بصوا الافضل ان احنا نقور كل الكفته بتاعتنا ونسيبها ترتاح شويه في التلاجة، ده بيكون افضل ليها تتشمع. انا هعمل شويه، هعملها على طول، بس هعمل شويه معاكم علشان ايه، نرص الصينيه مع بعض كده ايه، سريع سريع. بصوا نحاول نخلي احجام الكفته بتاعتنا تكون متساويه علشان تستوي كلها في نفس الوقت، والخضار اصلا بتاعنا بسيط فمش هياخد وقت خالص. نلف كده ونبرم الكفته دي. انت لو عايزه تزوديها ممكن تزوديها برغيف من الفينو، تشيل القشر بتاعه، الطبقه البني بتاعه العيش بتاع الفينو، وتبتدي تفرميه معاها في الكبه، ما بتبقاش ليها، مش بيبان طعمه خالص، وكمان برده بيديكي نتيجه احسن انه بيزود لك الكميه. تمام، هعمل بقى كده كميه حلوه مع بعض عشان نبتدي نرص الصينيه مع بعض ونحطها في الفرن، سهله وبسيطه ما بتاخدش اي حاجه. بصوا حبايبي انا عملت كل الكميه اهي، ربع كيلو ما شاء الله. بصوا عملنا كميه قد ايه، الله اكبر عليها، كبيره. هنعمل ايه بقى في الصينيه بتاعتنا؟ هنزينها كده بشويه زيت، سمنه، زبده، زي ما تحبي، كله زي بعض. هنعمل كده بكفتايه وبعدين هنحط بطاطسايه ونحط فلفلايه ونحط كفتايه تاني، ما بين كل واحده والتانيه بقى ايه، هنشكل بقى نعمل ايه، حاجات مختلفه، كفتايه، بصلايه، بطاطسايه، طبعا كل ده زي ما تحبي، قرن بقى فلفل، ممكن يبقى فلفل الوان كمان. بصوا بتاخد اي حاجه وبتبقى ممتازه جدا، اي حاجه عمليه قوي وكمان بتبقى حلوه جدا مع الاطفال بقى بتفرحهم. بصلايه كده، ممكن تحطي طماطمايه كمان. بصوا الترتيب ده حاجه زي ما تحبيها، يعني مش مدياكي سيستم واحد تمشي عليه، لا ممكن زي ما انت عايزه. بصلايه، بصوا البطاطس لو كانت اصغر كانت هتبقى احلى بكتير، البطاطس الصغيره وكمان البصل القوارمه برضو بيبقى جميل جدا في الوصفه دي. هنحط كده برضو واحده، هكمل الصينيه بنفس الشكل واوريكم النتيجه في الاخر. بصوا حبايبي كده رستينا بقى البطاطس بتاعتنا كلها نص كيلو، ابتدى معانا شويه من الخضار باقيين، لسه معانا شويه من الخضار باقيين، هنحطهم بقى هنا كده في النص. تمام، بصوا شكلها بيبقى لذيذ جدا وجميل قوي، وطعمها اصلا بيبقى تحفه.
الاطفال بيحبوها حب خرافي بصراحه، عشان بيبقى شكلها حلو ومدوره كده، هما بيحبوا التدويره دي. هنستبقي معانا شويه كفته ما شاء الله، عملت معانا كميه حلوه، الصينيه جميله جدا، نفرح بيها بقى اولادنا، نعمل حاجه مختلفه. بصوا كده، بصوا شكلها اصلا جميل جدا. باقي بقى ايه؟ نحط بقيه الحاجات بتاعتنا. دي معلقه واحده من الزيت، مش هنحط اكتر من كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا شويه صلصه هنستخدمهم، زي معلقه كبيره كده هنحطهم. فتحنا بقى برطمان الصلصه، بصوا في حبه قد ايه، زي معلقه كده بالظبط. هناخد بقى كوبايه الميه، ممكن كوبايه الميه دي تبقى كوبايه شوربه فراخ او لحمه زي ما تحبي. هنزلها كده بصوا جوه البطرمان. كان باقي كمان شويه طماطم كده، ايه باقيين الطماطم بتاعتنا. هناخد كمان معانا ايه بقى، احنا هنحط كله جوه البطرمان ونرجه وننزل عليها وخلاص. هناخد معلقه حلوه كده من كمان البهارات اللي احنا اتفقنا عليها دي، هنحطها كده جوه البطرمان كمان مع الملح والفلفل. المعلقه الصغيره من الملح والمعلقه الصغيره من الفلفل الاسود، هي مش عايزه بهارات تاني، البهارات اللي جوه الخلطه بتاعت الكفته كفيله جدا. عايزه تزودي ممكن تبقى بصل بودره وتوم بودره. نحط كمان مكعب المرق كله جوه البطرمان زي ما اتفقنا، عشان نسهل على نفسنا الدنيا. كده كده احنا ايه راصين كل حاجه، مش هينفع بقى ايه نشيل ونتبل وكلام من ده. تمام، هنقفل بقى البطرمان بتاعنا، نرج بقى جامد. احلى حاجه بقى ايه الاستخدام بقى الصلصه اللي احنا مش بنبقى عارفين نطلعه من البطرمان ده. بصوا هنقلب حلو كده، وبعد كده ايه، بصوا جبنا خليط ايه سايل شويه، هننزل بيه بقى على كل الحاجات اللي احنا عملناها دي. طبعا احنا لازم نكون مولعين الفرن على درجه حراره حلوه كده عاليه، علشان تستوي لنا الكفته دي بقى بسرعه. عايزه تغطيها بورق الومنيوم، نغطي السطح بتاعها كده بورق الومنيوم. تمام، انا مش هغطيها، انا هحطها كده، لو حسيتها نشفت وعايزه تتغطى هغطيها بغطا حل عشان ما عنديش ورق الومنيوم. هحطها في الفرن تقعد حوالي نص ساعه بالظبط في الفرن، وهوريكم شكلها. بصوا حبايبي، دي بعد 10 دقايق في تسويه في الفرن. انا عايزه بس اوريكم ان هي فيها صوص، فالافضل ان احنا لما نغطيها نخلي بالنا عشان ما تفرش مننا في الفرن. انا ما غطيتهوش. عايزين تغطوها لازم تكون في صينيه اكبر، يكون الجدار بتاعها اوسع، اعلى شويه الجدار بتاع الصينيه، علشان ما تفرش منكم في الفرن وتبوظ. ريحتها تحفه جدا، خطيره بجد. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناه. هسيبها شويه كمان في الفرن. بس كده بقى الكفته بتاعتنا جميله جدا، دي ريحتها وهميه وتحفه، خليها ريحه البيت جميله جدا. ما اخدتش مننا حاجه، نص ساعه بالظبط في الفرن، حتى ما ولعناش الشوايه من تحت بس، وبقى عندنا احلى صينيه تحفه جدا وجميله. جربوا الوصفه بجد هتعجبكم، عمليه جدا وطعمها مميز. بصوا البطاطس معانا، بصوا اول ما نحط المعلقه خلاص كده استوت. كمان معانا شويه صوص حلوين كده، ايه ناكلهم بقى مع رز، ناكلهم مع ايه، مع عيش، حاجه اختياريه. لو عايزه تزودي الصوص ده شويه ممكن تضيفي بدل كوبايه الميه تبقى كوبايه ونص من الميه، هتبقى ممتازه جدا معاكي للوصفه. يا رب تكون عجبتكم الوصفه بتاعتنا النهارده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناه.